مرحبا بكم معايا في قناه الوصفيه. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. ان شاء الله ربي يبقىكم هذا الفيديو كما كتشوفوا انتم ان شاء الله بخاطركم، اللي بخاطرها شي حاجه يا ربي يوفقها لها، واللي بغى يتزوج يا ربي يجيبها الزوج الصالح. راني ندعي معكم والله الى الاذان ديال الظهر، ان شاء الله ربي يتقبل منا هذا الدعاء. اللي بغات وليدات يا ربي يرزقها، واللي عندها وليدات يا ربي يصلحهم ليها، واللي بغات شي حاجه بخاطرها خديمه ولا شي حاجه يا ربي يوفي لها ما تتمنى. واللي عندها المريض في الدار يا ربي يشافيه ولا يشافيها. المهم انا ندعي معكم وانتم ادعيو معايا، سندعيو معايا ربي يسهل عليا في داك التويره. راهم صراحه تعطلوا علينا في ديك الوريقات الورق ديال الدار، تعطلوا علينا. انا الصراحه مانيش مزروبه، يعني انا راني ساكنه الحمد لله، الاستيعاب يعني الدار ساكنه في امان الله، حتى شي حد منزيرني. غير شنو هي كيبقى داك ستريس، وكيبقى الانسان هكا في هذا الانتظار كي شويه يمرض. والحمد لله على كل حال، والخير فيما اختاره الله. المهم اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم، راني يعني باغيه نوجد، ماشي باغيه نوجد، انا وجدت حليوه ديال الهلال ديال الفرماج، كتجي هشيشه وزوينه، والاحسن من هادشي كامل انها سهله واقتصاديه. كيفاش توجديها؟ غادي نوريها لكم. راني وجدتها ها هي، راني نخليها غير شويه تبرد باش هكا نفندها في السكر كلاصي. المهم تابعوني، تابعوا المقادير وطريقه التحضير. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الجيم، خليو لي تعليقكم تشجيع. بالنسبه للناس اللي اول مره يزوروا القناه نقول لهم مرحبا والف مرحبا، يتابعونا وتفعلوا الجرس باش يوصلهم كل جديد. ونخليكم مع المقادير. بالنسبه للمقادير، مقادير بسيطه كما كتعرفوا. الحلوه ديال الفرماجه غادي نحتاج واحد 125 غرام ديال الزبده، يعني نصف ديال العلبه، ثلاثه ديال الفرماجات، فانيا وحده، وخميره وحده ديال الحلوه، نص كاس ديال السكر، نص كيلو ديال السكر كلاصي، ونص كاس ديال الزيت. غادي نبداو ان شاء الله غادي نخدمو الزبده مع الفرماج مزيان. انا هنايا الا لاحظتوا معايا راني دايره واحد القبيصه ديال الملح باش ما ننساهاش. ديما الملح في الحلاوي كتعد لنا الحلاوه. فاني، سكر، وغادي نضيف الفرماج. ندوب السكر مزيان من نحس انه دابا غادي نزيد الزيت. هنا كما كتعرفوا ما درتش السكر بزاف، حيت غادي نزينو بالسكر في الاخير، سكر ثقيل. عندي الدقيق غادي يكون على حساب الخليط. غادي ندير الخماره ديالي، وندخل هنايا الدقيق شويه بشويه. صافي اخواتي، كما لاحظتوا معايا العجينه غتكون عندي بهذا الشكل هذا، يعني من انا نجمعها هكا غادي تكون تجمالي. غادي نمرو باش نشكلوها على شكل هلاليات. المهم كما قلت لكم غادي ناخذوا هكا كويره صغيره، غنديروا منها واحد الحربول ونكونوا منها واحد الهلال.
هاد الحلوات ديال الزبده كيجيو زوينين، كيجيو هشاش هاد الشكل هذا بحال شكل كعبه. غادي نستمر بهاد الشكل هذا باش من الفيديو ما يجينيش طويل. الفران يكون سخون، من يتحمروا لي من تحت كنطلعهم ولا نهبطهم غير ياخذوا واحد اللون ذهبي غير خفيف صافي ونخرجهم. كما قلت لكم البنات، من بعد ما خرجناها من الفران كنخليوها تبرد هكا شويه، كتاخذ غير داك اللون احمر من تحت وكتذهب من فوق صافي كنطفيو عليها. هنايا غادي نديروها في السكر كلاصي، من احسن يكون السكر كلاصي ممتاز. الى شكيتو فيه ديرو فيه غير شويه ديال النشا، غير ما نديروش سخون باش ما داك السكر ما يذوبش لينا، وكيجي بحال الى شويه الشكل ديالو عجن. انا غادي نكمل هاد الحبيبات ديالي ومن بعد ان شاء الله نقدمهم لكم. هادي هي الحليوه ديال البنات، من بعد ما فندناها في السكر كلاصي كتجي زوينه. كما قلت لكم في الاول اقتصاديه ما كدرتهاش بزاف المقادير، هانتوما تشوفوا هايا هشيشه رائعه رائعه. ما يتوجد غير وليداتكم راهم كيفرحوا بهاد الحليوه ديال الدار حسن من المدينه ديال برا. شرينا الاعجاب ديالكم، ما تنسونيش طبعا تشجيعاتكم. نخليكم مع اجواء ديال سيد ميلود ديال الليل، انا والعائله ديالي الصغيره راجل وليداتي. نلقاكم في احسن الاحوال الى اللقاء. رمي برافو. يا حبيبي يا حبيبي.
يلا روح معهم روح معهم. يلا هرب.